حد يسيب الجو الحلو كنا فيه ونيجي نقعد هنا وشنا في وش بعض يا شيخ. دي لازم سناء. انا اقعد هنا ولا فوق؟ هنقعد هنا. الو سناء، لحقت توحشك. اقعد بقى وكلمني يا جماعه، وطوا حسكم شويه، مش سامع حاجه يا شيخ. ايوه حبيبتي، مش سامع حاجه، علي حسك شويه. بتقول ايه؟ زعاي شويه. مين اللي هيقتلك؟ ايه سناء؟ الو ايه ده؟ الو بينا يا ريما خدتها يا بيه. ايه يا ريما، ما يصحش كده يا ست، تزعل مني يا ريت. طالع يا بيه، صلتك بالمجد عليه. حبيبتي امتى اتصلت بيك؟ من حوالي ساعة. حتى كان قدامه. ايوه فندم. كنا معاه. قد ايه الفترة اللي مرت بين اتصالها بيك وانتقالك لهنا؟ حوالي 10 دقايق. تتهم حد بقتلها؟ صباح. لا، انا ما قتلتش حد. ما قتلتش حد يا بيه. مش ممكن، مش ممكن. ما قتلتش حد. امي واختي وكل اللي ليا في الدنيا. مش ممكن. امي مظلومه. ما قتلتهاش. وده معقول يا بيه؟ انا قتلت بنتي. صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا فندم. تقرير طبيب شرعي وصل يا فندم. ها بيقولي. بيقول يا فندم، وثبت من تشريح الجثه ان سبب الوفاه طعن بسكين حاد في الجنب وفي اماكن حساسه. أماكن حساسة؟ أيوة فندم. وريني. كمان أرجح أن الوفاة حدثت ما بين الساعة 2 و3 صباح ليلة الحادث. وهو نفس الوقت اللي اتصلت بيه المجني عليها بأحمد صبري تستنجد بيه. بالظبط. لكن يا فندم، تفتكر أن الشغالة لها دخل في الجريمة؟ يصح تكون هي اللي قتلت، بس لازم يكون في أدلة كافية، وإلا النيابة هتضطر تفرج عنها. أكيد لها شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز مين؟ انا عاوز ست سناء كامل. طب تعالى معايا. ايه على فين؟ هوديك ليها. واحنا عندنا شغل النهارده. ايوه شغل. طب ايوه شغل. هو انت مودينا على فين؟ انا متهيألي ان احنا في القسم، مش كده؟ لازم في تصوير عندنا. ولا حد قال لي يا اخي على حاجة تصوير دي. ماله ده؟ الراجل ده جاي يسأل على القتيلة. قتيلة؟ قتيلة ايه؟ انا سيبه. اسمك ايه؟ انا فندم اسمي قمر المواردي، صاحب ومدير استوديو المواردي للتصوير يا فندم. تحت امرك. تعرف سناء كامل منين؟ سيادتك واقف ورايا ليه يا فندم؟ خير؟ بسألك تعرف سناء كامل منين؟ يا فندم يعني هعرفها منين؟ بصورها صور فوتوغرافية، صور 6 في 9، 9 في 15، 27 في 30، كل أنواع الصور. أنا أصلي يا فندم اللي بصورها في الأفلام بتاعتها كلها، بعمل لها صور الباسبور وصور البطاقة وكل الصور يا فندم. والمحل بتاعي في شارع نافع نمرة 5، وبنعمل تخفيض خاص لرجال الشرطة 25% يا فندم. الشرطة في خدمة الشعب وإحنا في خدمتكم. هي حكاية القتل دي بجد يا جماعة؟ بجد؟ أنا والله العظيم مصدوم يا سعادة البيت، وماليش دعوة بأي حاجة خالص. وأدي يا فندم الصور اللي أنا صورتها لها امبارح في الحفلة. اتفضل سيادتك شوف. أهي يا فندم الصور كلها. ساعة الحادث أنت كنت فين؟ هو الحادث كان الساعة كام بالظبط يا فندم؟ أنت بتهزر؟ لا يا فندم أنا مش بهزر، أنا مجرد بسأل سؤال. طيب خرجت إمتى امبارح من الحفلة؟ امبارح من الحفلة. طيب.
خرجت حوالي الساعه واحدة واحدة وربع ورحت على الاستوديو بتاعي على طول عشان احمض الصور عشان ست سناء هانم كانت طالباهم النهارده. فانا مستعد اثبت الكلام ده والله العظيم يا فندم. كل الشخصيات دي والناس دي كانت في الحفله؟ اه طبعا يا فندم كلها كانت في الحفله. دي ناس كلها شخصيات كبيره جدا عظيمه. ايوه في ايه؟ مباحث. انت عريف البحراوي؟ ايوه. انا المقدم حسين صديق. اهلا وسهلا. اسفين للازعاج بس في شويه معلومات عاوزين نعرفهم منك، تسمح لنا؟ الحق يا ماما، الحق يا ماما، الفلوس عايز ياخد بابا. يا لهوي، يا ترى جرى ايه؟ يا ترى جرى ايه؟ استر يا رب. في ايه يا حضره الضابط؟ لا مفيش حاجه يا ست، ما تخافيش. كل دول ولادكم؟ استر يا رب. ايوه استر معانا يا رب. ما تلم الاولاد وتدخلي جوه يا علي. حاضر يلا يا اولاد، يلا استر يا رب، استرها معانا يا رب. من فضلك ممكن دقيقه واحده اخش البس الشبشب؟ اتفضل بس ما تغيبش علينا. حالا. دلوقتي بسب حضرتك يا خبر اسود، هي اتقتلت. امال كنت رايح تجري ترمي نفسك في البلكونه ليه؟ عايز يحصلها في الاخره. اليف يا بحراوي احسن لك تعترف بالحقيقه، مفيش داعي تخبي حاجه. يا ست انا مش بايدي حاجه، مفيش استثناءات. دي درجه واحده يا حضره الناظر. ان شاء الله تكون نص. الوزاره عاوزه كده. يعني الوزاره ما تجيش الا على الغلابه وتتحكم. هوديه فين انا دلوقتي؟ اسيبه في الشارع؟ وديه خاصه. منين؟ هي العيشة مستحملة عمة، لما هتستحمل خاصة؟ انجر قدام يا فالح. السلام عليكم. أهلا وسهلا. تهيألي نوش حضرتك مش غريب علي. مش برضو تطلعي في الأفلام؟ دي الست سناء كامل. اهلا وسهلا. اهلا. اي خدمة؟ في الحقيقة انا ليا طلب صغير عندك. تحت امرك يا فندم. ابن صباح ودي اكتر من اخت ليا. بقاله يا فندم. هو نجح في امتحان القبول لكن حظه طلع مش قوي. ناقصة درجة ولا اتنين ولا سبعة، مش كده يا صباح؟ سبعة يا حضرة الناظر، سبعة. لا الا كده يا ست هانم، التعليمات بتنص على منع الاستثناءات خالص. الو اليف افندي ناظر المدرسه. ايوه خليك معايا، السيد المدير العام هيكلمك. مدير العام؟ ده السيد المدير العام طالبني بنفسه. الو اليف افندي. ايوه يا سياده البيه المدير، انا تحت امر سعادتك. السيده سناء هانم هجيلك دلوقتي على المدرسه. وصلت يا فندم، وصلت. طيب هي ليها مشكله بسيطه، السيد وكيل الوزاره طالب نخلصها لها. بس يا فندم دول سبع درجات وسعادة وكيل الوزارة بنفسه ما يرضاش بكده.
والتعليمات بتقول وفي ان الاستثناءات تعليمات عليا وعليك انك تنفذ اللي بقوله لك وبس. الولد يدخل المدرسه ومن بكره. مفهوم يا فندم مفهوم. مع السلامه. خلاص يا ألف بي. خلاص يا فندم، الوزارة أمرت بدخوله بكرة. تعرف يا حضرة النظر لو شفت حمادة هيصعب عليك بشكل، هتلاقيه منطوي على نفسه ومنكسر يا حرام. بس كيف حمادة بيه؟ بقى تعالى شوف، هو في الحقيقة محتاج شوية تقوية في بعض المواد. العنوان أهو، أظن دي مش محتاجة تصريح من الوزارة، مش كده؟ العنوان ما يتوهش يا حضرة الناظر وهتنبسط قوي. باي باي. ورحت عندها البيت. يا بيه يا بيه، ده انا بقالي 12 سنة في الدرجة الخامسة، الأولاد كبروا وطلباتهم زادت والحاجة كلها غليت زي ما حضرتك عارف، والمهية زي ما هي. يعني كنت بتتردد على البيت علشان تدي الولد دروس؟ أيوه. وطبعا كنت موجود ليلة الحادث في الحفلة. والله ما أعرف إن كان في حفلة ولا حاجة، أنا رحت أدي الدرس زي العادة، لقيتهم بيحضروا للحفله والناس ابتدت تيجي، حاولت اعتذر وانصرف، انما بقى الله يرحمها صممت معهم ما قدرتش. اهلا اهلا اهلا. بيطلع في التلفزيون. ده كان تلميذي والله. ما هو ده اللي بيقدم البوليس الدولي. انتوا عارفين انا عملت كام تلميذ لحد دلوقتي؟ كام؟ يطلع ربع مليون. يعني لو حسبوني زي كوافير الراس بخمسين قرش بس، كان زمان عندي 125,000 جنيه. تلميذ من دول ينطح التاني، اللي بقى وزير واللي رئيس مجلس إدارة واللي مدير، إنما في السجن. أنا بكلهم ناس أكابر وحياتي، حتى اللي في السجون أكابر، وأنا زي ما أنا لسه في الدرجة الخامسة. وأنا برضو زي ما أنا، بس التلامذة هي اللي بتتغير. خد يا راجل، خد خد صاروخ محترم اهو، شد هتنبسط وتونون وتبقى عالي العالي. هات منعول ابو الدنيا، ان شاء الله ما حد حوش. قال ايه؟ اقول له يا سعاده البيت، الواد ناقصه 7 نمر. يقول لي مالكش دعوه، انت مالكش دعوه، نفذ الاوامر. تك يروح قافل السكه في وشه. طب وانا مالي؟ وانا مالي؟ ايوه ايوه انا مالي. حلاوتك يا بيه. تشكر يا سعاده البيت، وسعادتك ما معكش حاجه. اهلا 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 يا سعاده بيه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بعدين يا مصر. الله حضرة الناظر. ألي بيه البحراوي، أهلا وسهلا. أهلا أهلا. أسألك يا راجل، فينك وفين أيامك السودة؟ بقول بقول الأستاذ سامي الجهر مدرس اللغة العربية والجبر يا راجل. إيه دي 200 دينار 4 قارب. وعامل شعرك كده ليه؟ تكنولوجيا بقى. إيه رأيك؟ لقيت الناس كلها فاتحة، فتحت أنا. انت لسه ما فتحتش. افتحها يا راجل، خلي ربنا يفتحها عليك. اتفضل يا عمر، اتفضل. اتفضل 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 اتفضل. يا سلام. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا.
صحتك. أهلا. يا مرحب يا مرحب. أنا بقى حبيبي فاتح من بدري. خمسة حلوة. ولا حلوة. يا أهلا بيك حبيبي. كيفك؟ كانت الساعة كام؟ حوالي واحدة ونص. لا أنا دلوقتي افتكرت حضرتك شرفت يومها الساعة 3 الصبح وأنا كل ما أقلق أبص في الساعة. أنا فاكراها كويس. ما تسكتي أم علي عليا. أسكت إزاي؟ مش لازم أعرف أنت بتسهر فين. بقى كل ده يطلع منك أنت يا ساهي. على العموم طبيب الشرعي تقريره بيقول إن الحادثة حصلت ما بين الساعة 2 والساعة 3، وإن ما أثبتش كنت فين الساعة دي هنضطر نوجه لك تهمة الأكل. اثبت يا اخوي اثبت. مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. علي 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 يا باعي الليل عاوز الدرجة. بس ما تبقاش مسخرة. اتفضل يا حضرة الناظر. اتفضل. فين؟ هي دي عربيتك؟ طبعا يا ابن الحرامية. سنة واحدة إعارة تجيب لك الطاووس ده كله؟ واحنا بقى لنا 30 سنة خدمة ما عارفين نجيب جزمة. عجبي. اركب يا راجل اركب. ادي راكبة يا سيدي. اتفضل. ايه مش عارف تسوق ولا ايه؟ الله يرحم كده. الله الله الله. وانا يا ابني مش كنت سابقك في الدرجة؟ ولسه سابقني. امال جبتها ازاي؟ لو فتحت مخك معايا هتجيب احسن منها وتلعب بالفلوس لعب. خف شوية من هواية الفقر اللي عندك دي. أنا هخليك تخف من الهواية المنيلة دي. إزاي؟ هقول لك أنا إزاي. أنا خايف أوي من الحكاية دي يا سامي. خايف من إيه؟ يا أخي ده أنت الناظر ومن حقك تطب على المدرسة في أي وقت وتطمن على ورق الامتحانات. يلا يلا ما تضيعش وقت وتضيع رزقك. يلا. أنا حضرة الناظر يا صابر. افتح الباب. حضرة الناظر؟ عجايب. ايه اللي جابه دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا بيه. خير؟ خير يا بيه. انا جاي اطمن. خايف لك راحت عليك نومة. وده معقول يا بيه؟ ده انا ما انامش الا لما يطلع النهار. اوعى حد يهود ناحية الأوضة اللي فيها الخزانة. اطمن يا بيه. اجيب لحضرتك كوباية شاي. لا اجري انت اقعد جنب البوابة اوعى تتحرك الا اذا ناديت عليك. فاهم يا صابر؟ فاهم يا بيه. يا ترى ايه الحكاية؟ شريفة وابوي الجعفة. مع السلامة يا بيه. مش كله تمام الحمد لله. تمام يا صابر.
الحمد لله. هو جه ليلتها حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، حتى انا استغربت مش عوايده، وقعد مقدار ما شربت كوباية الشاي وطلع بسرعة وهو مكروش، ما فهمتش ليه، لكن دلوقتي فهمت كل حاجة. يا خسارة الناس الطيبين. بقى انت السبب في تسرب الامتحانات السنة دي يا حضرة الناظر. يحجز المتهم على ذمة التحقيق. ابو زيدك يسعدك البيت والزمانية، اروح بهم فين؟ ابو زيدك ليه كده يا حبيبي؟ ليه عملت كده؟ ابو زيدك اعمل معروف انت يا كده. مصطفى ابو زيد يا سيدي اعمل معروف يا ناس، اروح ببلادك فين يا محرم؟ ليه انت خربت بيتك يا محرم؟ يا خرب بيتك يا علي، اروح فين ببلادك يا محرم؟ اروح فين في البيت الثمانية دول يا محرم؟ ابوك اتحبس يا ولاد، ابوك يا حمام، اروح فين؟ عملت كده يا محرم؟ اسمك ايه؟ أليف البحراوي. أليف البحراوي؟ فك الحديد من ايده وطلعه فوق. اسمك ايه؟ أليف. أليف ايه؟ أليف البحراوي. ايه علم اللي في جيبك؟ انا ما معيش حاجه. علم قوم علموه. اشاويش اشاويش يا شاويش. شاويش مين؟ خش جوه خش جوه. يا سعادة البيئة، أنا ماليش دخل في الموضوع ده أبدا. اسمك بالكامل ومهنتك. أنا فاهم الأليوبي، أشرف مدير جمعية تعاونية في وزارة التموين. هتلعب من ورايا أنت يا بيومي؟ فاكرني من المديرين اللي بينضحك عليهم؟ لأ، فتى عليك كويس أوي. يا عيني على اللي خلفوك. هو حصل إيه بس يا أستاذ فهمي؟ طن في البام يا أخي 16 كيلو مرة واحدة. ليه؟ راحوا فين؟ لبسوا طاقية لفة وخرجوا من الجمعية؟ يا عيني على ربوك. ما أنت عارف صنف الخضار كله بيخس ميته. لا يا شيخ، ثوم الباميه تخس 16 كيلو مره واحده يا ابن الحراميه؟ امال لما تتقمع هتخس قد ايه؟ والله ما تحلفش. الله ياخدك. اجري يا اخويا دليل تودينا في داهيه. ربنا يستر، هحاول اسويها. تعالى هنا، ما انا عارف يا اخويا انك هتسويها. اسمع، بعد ما اسويها بقى ابعت بيت 2 3 كيلو من عينيا. يا عيني علي. علي ايه؟ علي يا عم عوك. الله، ايه الهيصه دي؟ لازم عربيه الفراخ وصلت. طيب يلا يا اخويا روح استلمها. يلا يا جماعه في الصف، يلا يلا. الحق الفراخ جت يلا. طب اجري يا بنت، انت اخواتك على الطابور. Thank you.
وسننها. رايح نعرب يا بيض. الو، اهلا يا صباح الفل يا ست الكل. طلباتك؟ طب سيبيني انا اطلب لك كل حاجه بنفسي، انا عارف طلباتك كويس. يا عالم النظام، يا سيادنا النظام، اتعلموا النظام بقى. مد يا بيومي. انا معاك. شايف يا بيومي احنا بنتعب قد ايه عشان الجمعيه؟ شايف. يبقى المسؤولين يشوفوا. حضراتهم قاعدين في التكييف واحنا اللي شايلين البضاعه على قلبنا. على قلبنا؟ اه. وعشان مين يا ابني؟ عشان خاطر الشعب. ده بذمتك مش حقتهم يدونا كاس الانتاج وكاس الدوري. اهلا يا اهلا صباح اهلا الفل. يا صباح القشطه. دخل يا بيومي يلا البضاعه. ماشي يا باي على المطبخ على طول. يا صاحبي الست لسه نايمه ولا ايه؟ اهلا. ده ايه ده؟ ده اهلا. اهلا وسهلا يا عين علي. بس يا ساعه البيت اهو ده كل اللي حصل. زبونه محترمه وحلوه، طلباتها كتير، بتزود الدخل القومي. معقول برضه ساعه البيت اوقفها في الطابور في وسط الزحمه؟ وسعادتكم عارفين الزحمه ولا بيحصل فيها؟ بقى هو معقول برضه يعني لو سعادتك او سعادته شرفوا عندي الجمعيه هوقف فيكم حد في الطابور؟ ده معقول يا سعاده البيه؟ احنا ناس بنفهم في الاصول. طب بشرف يا سعاده البيه، انا مستعد اوصل لكم الفراخ وكل طلباتكم لحد البيت، بس امروا امروا يا سعاده البيه. يا سعاده البيه ده احنا خدامين الشعب. والحفله يا فهمي؟ الحفله يا سعاده البيه؟ مالها الحفله يا سعاده البيه؟ كانت حفله محترمه واخر فرفشه. ما جت في الاخر بقى وقلبت بغمه. الله يخرب بيته اللي كان السبب. احكي لي ايه اللي حصل في الحفله ومهمتك فيها ايه بالظبط؟ مهمتي عارف ايه احسن حاجه في الجمعيات يا فهمي؟ ايه يا منظره الطوابير. الواحد بيتعب نفسه يخلي الاولاد تقف في الطوابير علشان يعلمهم على النظام، يضرب الجرس يتفركشوا. انما في الجمعيات الناس بتستنى في الطوابير قدامها بالساعات. ادخل شنب فيهم ما يستجريش يسيب مكانه. يا عرض الناظر، المدارس بتدي كلام انما الجمعيات بتدي فراخ. ولا فيها فروخ. انا بعت اسال ما لقيت. ده مين ده؟ ده ابراهيم المجرابي، اكبر منتج في بيروت. يا عيني عمي. اهلا اهلا يا ابراهيم. ايه منور؟ والله العظيم منور يا شيخ. ربنا مخيق. مصر طول عمرها بلد الخير، حرام توصل للحاله دي. حتى الميه مش عارفين يشربها. لا يا دكتور، كل حاجه موجوده وخير ربنا كتير، بس ولاد الحرام ما خدوش لولاد الحلال حاجه. دول عايزين الصراحه التامين كان اكبر خساره للبلد. لا 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 يا دكتور، مين قال الكلام ده؟ بالعكس يا دكتور، مين قال الكلام ده؟ التامين ده احسن حاجه اتعملت في البلد يا دكتور. ايه؟ البياع بقى موظف والتاجر بقى مدير، وده بيكسب وده بيكسب. إذا كان في حد بيخسر بقى يبقى اللي بالي بالك. حبوا يأمموا القطاع الخاص، أممهم هو. بالظبط. قول لي يا أستاذ فهمي. أيوه يا سعد بيه. هو الواحد ممكن يلاقي إيه عندكم في الجمعية؟ شو يا سعد بيه بقى؟ الجمعية دي زي صندوق الدنيا. تلاقي فيها كل حاجة وما تلاقيش حاجة. الحدق يلاقي فيها لبن العصفور. والخيبان ما يلاقيش فيها حبة الزيتون. يمسى على العيون الكويسه صاروخ صاروخ محترم والله العظيم. روح يا شيخ وحياه النبي انت حظك في السماء. اي والله. ليش؟ لا انا ههديك هديه ملهاش نظير ابدا. انا ده هنفعك قوي. تعال يا حبيبي انت والنبي. تعال خد لنا صوره كده، صوره حلوه. ايوه صوره الاشقاء اللي مش هيستغنوا عن بعض ابدا. انا عامل ايه يا ابراهيم دي؟ اهو الواحد عمال يعني اللي مش عارف يعيش ابدا. يبقى مفيش غير حل واحد يا ابراهيم دي، هو عقد عمل بره كده الواحد يستفيد منه وانت السعيد فيه وحياتك. ها يا ابراهيم دي قلت ايه؟ انفارق. انفارق؟ عمي عمي انفارق واحنا كمان بنفارق. طب تصبح على خير بقى يا هاني. ما لسه بدري يا فندم. لا معلش، اصل عندي مشوار كده عايز اعمله، ان شاء الله بكره هخلي الواد بيومي يجيب لي كل طلباتي كل اللي انت عايزاه. ميرسي يا فهمي قوي. بس وحياتي بقى بتوسع عليا ابراهيم بيعلي ده. حاضر. باي 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 باي. بس يا سعادة البيه قعدت شوية وبعدين مشيت من الحفلة. مشيت رحت فين؟ حييييي. انت يا راجل مجنون انت. الله الله. انت يا راجل مجنون. يا بيه يا بيه، انا راجل مصلي وبتاع ربنا.
عني يا عم الشيخ علي. الله استغفر الله يا فهمي يا ابني، ربنا يتوب عليك ويهديك الى صراط المستقيم. اذكر الله. حي الله، حي الله، الله 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 الله. حي من بركاتك يا شيخ مسعود. من انا فهمي، ما تخافش. الله يجازيك يا فهمي. الله الله الله. على فكره متشكرين قوي على الفراخ، كانت رائعه، عجبت الاولاد قوي. الله الله الله. انما قول لي، هي دنماركي ولا معونه امريكيه؟ الله، ما تاكل وخلاص يعني، لازم تسال. اي نعم اي نعم. بالمناسبة كنا عاوزين كم قطعة صابون علشان الأولاد بقوا موسخين قوي. الله الله الله. وكم علبة كبريت للإشعال مش للفرقعة. الله 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 الله. حي الله حي. لغاية الساعة 4:30 بيت الشيخ علي، وبعدين يا سعادة البيه قمت صليت الفجر وقريت الورد وروحت. وايه رايك يا شيخ علي؟ ولي ولي من اولياء الله الصالحين وله كرامات عديده يا سعاده بيه. هو سعادتك تعرفه؟ تفتكر الشيخ علي يكذب؟ لا لا لا، حاشا لله يا سعاده بيه، حاشا لله. يا شيخ علي. ها؟ شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. اتفضل 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 يا سيدنا الشيخ، اتفضل. قول لي يا شيخ علي، فهم الأليوبي ساب الذكر ومشي الساعة كام؟ حوالي الساعة 2 صباحا. أنت سبت الذكر الساعة 2 ورحت فين؟ يعني هيكون فين يا سعادة البيه؟ أهو في بيوت الله. ولا رجعت شقة سناء كامل وقتلتها؟ قتلت إيه يا سعادة البيه؟ أنا راجل بتاع عقلي برضه، أنا مالي ولا قتل يا سعادة البيه؟ أنا ماليش دعوة بالموضوع خالص. الله، ما تقول لهم يا شيخ علي أنا راجل طيب ومصلي ولا لا؟ أي نعم، إنما الله أعلم بالسرائر. سرائر؟ حتى انت كمان يا شيخ علي. اهدى يا ابني، اهدى امال وافتكر. قول لهم انت كنت في نداهية، ولا تكذب فتضيف الى ذنوبك ذنب جديد. طب بالله العظيم ثلاثة ما قتلتها. بدل ما تحلف ولا انا كنت فين؟ والا تبقى انت اللي كنت قاتل. لا 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 لا، خلاص افتكرت وهقول. هتقول ايه؟ يا شيخ اتنجل. قول يا ابني قول. هقول. ان شاء الله بينا نكمل بقية العلاج. صلاة. يلا بينا. اللهم انه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك. اللهم صل اللهم صل على صاحب المكان المشهود. وبه تضاءلت الناس سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت صاحب الجمال ولا شيء الا به يموت. اذ لولا على فين يا استاذ فهمي؟ لسه بدري. حين نكتم بنفسين جت منفسك. احنا وصلنا ولا لسه؟ وصلنا. امال ليه مش سامع كركرة؟ يا عم يا بنت يا بنت يا بنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ما تقبل الزيت بقى يا مسعود. يا واد يا بنج، هات لنا الجوزه ام رفاص. مساء الفل يا معلم. يا ناس يا معلم. ما تقول لنا نبذه عن جسد الست سناء. يا عيني. افصح. يا عيني علي. علي ايه؟ علي السعر. مية مية. فجيت نفسي في داهية اهو. انا صحيح يا سعادة البيه قعدت احشش لغاية الساعة 4:30 صباحا، وكان معايا رد يومي ده. ايوه بيه انا كنت معاك، انما بصراحة انا ما حششتش يا بيه، انا ما كنتش دريان بحاجة بيه، اصل المدير بتاعي وهو اللي بيقول لي تعالى وانا بروح. ايوه يا سعادة البيه، ده كان قاعد بيكرس بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخص عليك. ما تحركهاش قوي بقى يا شيخ علي، مصيبة اخف من مصيبة، مش احسن من الاعدام. بس كل اللي كانوا معاك في الغرزة اعترفوا انك مشيت الساعة 2:30 تقريبا، رحت فين؟ هما اعترفوا؟ ايوه. يبقى خلاص بقى مفيش فايدة، حاول على كل حاجة. يظهر انه مش كفاية عليا تهمة واحدة بس.
ايه هو المنكر سد نفسك ولا ايه يا فهمي؟ انا اصلي عايز افضل فايق. مش عادتك. اصلي عندي شغل. الوقت ده؟ ده احنا قرب الفجر. ومن غير اوفر تايم وحياتك. الله يكون في العون. اسمعك انا يا عم الاستاذ فهمي. لا كفايه كده خدني معاك. اجي معاك يا عم فهمي. لا روح انت. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. افتكرني يا فهمي. افتكرني. نزل البلغم. امشي. اهلا 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 بيك يا سيد. صباح الخير يا بيه. صباح الفل. جاهز؟ زمانه جاي. الزبون وصل. كله على الله. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل يا معلم. جاهز؟ جاهز. كم جوز؟ 200 جوز فراخ كبيره من ابو 57.5. 200 جوز بس؟ والله دي حصتي في الجمعيه ماليش دعوه بغيري. طب العربيه تقدم لحد المحل؟ لا ما اتفقناش على كده. تسليم هنا. تسليم هنا يعني ايه؟ هصحي الفراخ وهشهم قدام الحاج المنيره؟ ما قلناش كده يا معلم. بس دخول العربيه البلد وفيها الفراخ خطر علينا، وكمان السواق مش حيوافق. نرضيه. اذا كان كده معلش. اتفضل. والله والله البيعه خسرانه، بس انا قلت نرحم الجمهور من وقفه الطوابير والخناقات والزحمه. اي والله يا سعاده البيع. اخد كاس للعلاج ممكن، اضرب مفازين للمزاج ممكن، ابيع فراخ بره الجمعيه ممكن، انما انا اقتل مش ممكن ابدا. افتح له محضر التجار في ممتلكات القطاع العام. عشان ايه بقى يا سعاده البيع؟ ما هي الحكومه معيني عشان اتاجر في ممتلكات القطاع العام، مش معيناني عشان اخزنها. تعرف مين ده؟ يا سعد بيه ده ابراهيم بيه المغربي المنتج اللبناني المعروف. ما هو ده اللي ينفعنا لما نخرج من السجن. يا عيني علي. علي بقى. علي هيسجنونا. مش منصور. على الحجز. جاهزين يا ابني. يا الله. الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. ثبت لي عقلي شو هالجمال اللي بيدور. وحشتينا خالص. والله توحشتينا كتير كتير كتير. هديه متواضعه دليل الاعجاب والتقدير. لا 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 كده انت بتحرقني يا ابراهيم. ايه ولو. تفضل استريح. لا لا تاخذيني. شو في تبعتك زينه تضني تحت فكي بروح غير اوتيل بغير وبرجع. لا اوتيل ايه ده، انا حجز لك احسن شقه عندي. ثانيه واحده. ثانيه. ها والنبي لو سمحتي توصلي. حاضر. مش معاكي المفتاح؟ اه معاك. اه يا طارتك وطارك قلبي خود. مع السلامة. يلا يا سيدي. أهلين. أهلا. أهلا يا حياتي. إيه الشيء ده؟ ده منتج. بس ده زحمة أوي. كتير شوية. وين حجرة النوم؟ ورايا يا موجه. وينك رايحة يا موجه؟ على حجرة النوم. لا اوعي ايدك ارفع عليك. انا ما اعرفش نوم. ايه دي حجرة النوم؟ ولا خليها مطفية. لا 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 ارفع عليك. وينك رايحة؟ تعالي يا غزالي. اي 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 ا
الصحر. ايوه لا دعي النوم وناغي الوطن. ايوه ناغيني ناغي. فلا اطال النوم عمرا ولا قصر في الطابور طول السهر. ناولني صاروخ يا فهمي ناولني. اه يا حبيبي جاي. ايوه ايه يا حلوه؟ شو رايك بالتمثيل؟ توافقيني بنكتب العائد الليله. ايوه بس لا بس ولا بسوس معي 500 جنيه مسافر ما بدي اياهم تاخديهم هادور لعبون العائد لحد ما ارجع. اهلا يا ابراهيم بي. اهلا اهلا. اتعرفتوا على بعض ولا ايه؟ لسه بنربط تواصل الصداقه بيننا. مادموزيل امينه دي مادموزيل. فهمت تصور انها الغلبانه دي لحد النهارده ما شافتش البرج. يا عيب الشو. اصلها مش من مصر من طنطا. ايه انا فرجيت اياها الليله كمان. بس لا امي معايا ابراهيم بيه هيعجبك كتير. برج ايه بس اللي هتفرجوني عليه؟ يلا يا حلوه يلا يا حلوه. ارجوك سيبني اسمعي يا مسؤولة. ما بدك تبقي نتبة سيمة. سيبيني اكتشف بوحدك. ما بدك الهدايا وال500 جنيه. ما بدك اياهم؟ اوحى روق المال. امال ليش جيتي معي؟ ما بيعجبك هذا البرج؟ يا خرج حوالي الساعة واحدة تقريبا. وعملت ايه بعد كده؟ نمت. شو حعمل بعد نص الليل؟ بحب انام بدري. عبد البواب اكد انك خرجت من البيت الساعة واحدة وربع، يعني بعد ما خرجت امينة بربع ساعة. بواب مجنون. بدي اقول اني بمشي وانا نايم؟ ما عندي هالمرض يا كابتن. انت خرجت الساعة واحدة وربع علشان تقتل سنة كامل. شو؟ هيدي اهانة. بشتكيك للسفارة، للخارجية، بشتكيك للدرع العربية. الكلام ده مش في مصلحتك. لازم تثبت كنت فين ساعة الجريمة. يخرب بيت الشيطان. افتكرت. هلا ذكرت. لا تاخذني، ذاكرتي ضعيفة لكثرة أعمالي. أنا أكبر منتج سينمائي في الشرق الأوسط والأدنى. قل لي يا كابتن، بدكش تمثل بالسيمة؟ ملامح وجهك فوتجني. وأنت افتكرت رحت فين؟ ايه افتكرت. شو رأيك؟ نتكلم في أمر تمثيلك بالسينما بعد التحرير. رحت فين؟ رحت المطار. سهيل يا ده وصل لي شغل بطارك والبصر مرئي. ما الله يخليك وما راح انسى لك هيدي الجنة. بطرخ لامك شو امك متجوز جديد؟ ايه حرام عليك، ده عمرها فوق الستين ما بينفع فيها لا بطرخ ولا كافيار. بعد امك بالعنوان مثل ما هي؟ ايه شارع زقاق البلاد بتلف عازر وبالطميس بيطلع بوشك حاوز الساعتية اول بيت على اليمين. اخي لا سلم لي على امي. تكرم خيي على راسي. السلامة. هي دي البسترمة؟ شو هالحظ؟ ما وصلت امي؟ لا الظاهر صاحبك سهيل حس انه متراقب فساب الهديه وسافر لوحده. شو قصدك يا كابتن؟ هيدي اهانه. انت بتهين اكبر منتج في الشرق الاوسط. هالشكيك للجرح العربيه كيف تصادروا هديه امي؟ والذهب ده برضه لامك؟ يا شويش عندم. شو شويش؟ بتريدوا تحبسوني؟ بشكيكوا لمجلس الامه، للجامعه العربيه، لهيئه الامم. اهلين. ما هو عد بتندم كتير يا كابتن على هالامر. بدكش تسيب الشرطه وتشرب السيمه؟ شويش برضه، امشي. سلم لي الكلب شويه. عم نجيب. ايه في ايه؟ في ناس عايزين قبل امين. فين هم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت والد امينة؟ اي. انتوا زمايلها في الجامعة؟ لا احنا مباحث. مباحث؟
هي فين؟ دي عيانة جوه في الأوضة. عاوزينها في موضوع مهم. اتفضلوا. ورايا. البهوات ظباط مباحث وجايين يتكلموا معاكي. ما تخافيش، احنا جايين نستفسر منك عن شخصيه كنت تعرفها. ما اعرفش على حاجه خالص. شفتي ازاي عرفتيها؟ الصوره دي بتقول انك كنت عندها في حفله عيد ميلادها اللي في اخرها اتقتلت. ايوه انا رحت شويه صغيره ومشيت على طول قبل ما تتقتل. مشيتي رحتي على فين؟ سيبنا شويه لو سمحت. ما تخافش، ما فيش حاجه. اتفضل اتفضل. حاضر. يا رب سترك ورضاك. بعد ما خرجت من عند ابراهيم المغربي رحت فين يا امينه؟ قولي يا امينه قولي، ما تكذبيش. رحت عند سناء وقتلتيها؟ لا ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ ما اعرفش. انت لازم تثبتي كنت فين ليله الحادث. في ايه يا امينه جيب؟ والله ما انا عارف يا بنتي. سترك يا رب. يا ترى ايه. امينه نجيب طالبه في الجامعه، ايه وجه الصله بينك وبين فنانه زي المجني عليها؟ اتعرفت بيها ازاي يا امينه؟ ما كنتش اعرفها لما الصور اللي في المجلات. صورك اللي في بيتها بتقول انك كنت على صله وثيقه بيها. ابدا والله، ده انا ما رحتش بيتها غير 3 مرات بس. وايه اللي وداكي هناك يا امينه؟ هما اللي خدوني. هما مين؟ قولي يا امينه قولي، ما تخبيش حاجه، قولي كل اللي تعرفيه. امينه زميلتنا الجديده في الاوضه. هاي. اهلا. سريرك اهو يا امينه. انت منين؟ من طنطا. وانا من اسكندريه. صحيح. ومادموزيل الفت برضه من اسكندريه. مادموزيل. لا انا من مصر، بس بابي متجوز وعايش في المعادي، ومامي عايشه لوحديها في مصر الجديده، وانا بقى باخد حريتي هنا. انت هتفضلي قاعده كده؟ ما تقومي تغيري هدومك. ولا مكسوفه؟ لازم جسمها مش حلو. انت مخطوبه يا امينه؟ لا. ليكي بوي فريند؟ لا طبعا. احسن، خليكي كده منطلقه زينا. لا انا هبقى اوصلك واسيبك ونتقابل بعدين. احنا رايحين فين؟ انت مش كان نفسك تشوفي سناء كامل؟ رايحين لها دلوقتي؟ طبعا هخليكي تشوفيها وهي بتفنن. Thank you.
بيكي جدا. ميرسي قوي. مشيكم طبعا. طب يلا بينا. على فين؟ هنتأخر ومش هيرضوا يدخلونا البيت. يبقى احسن. يلا بينا. الست سناء عاوزاكي فوق. عاوزيني انا؟ اه. يلا اطلعي يا امي يا حبيبتي. اطلعي يا وام. حسبي مسلم. اطلعي. بالسلامة. هلو. الحقي يا امينه، باباكي مستنيكي في اوضه المشرفه. اهلا يا بابا. اهلا امينه. حضرة المشرفة بتقول لي انك دفعت الايجار يا بنتي. ايوة يا بابا، اصلهم في الكلية ادوني 10 جنيه علشان انا متفوقة. طيب كنت بعتي لي يا بنتي عشان افرح معاكي. ده فستان جديد ده يا امينة. ايوة يا بابا. مبروك يا بنتي. انما ده برضو من فلوس التفوق. عن إذنكم. اتفضلي يا فندم. ده رخيص قوي يا بابا، أصل فستاني القديم داب. يا بنتي ربنا يسعدك، البسي زي ما انت عايزة. دي حكاية التفوق دي هتحل كل حاجة. أظن بعد كده مفيش داعي أبعتلك فلوس يا أمينة، مش كده؟ أنا أعرف إن فلوس التفوق دي بتبقى على طول، مش كده يا أمينة؟ ما أخبيش عليك يا بنتي، المبلغ بتاعك ده كان بيقطم وسطي، كنت بستلفه بالجنيه والاتنين. الحمد لله هي فرجت، رزق إخواتك يا بنتي. كل معارف سناء ناس كبار قوي، ينفعوا في كل حاجة. انما كلهم كوم، وابراهيم المغربي ده لوحده كوم. ده كوم كبير قوي، كله عمله صعبه. على فكره يا امينه، ده معجب بيكي. يا بختك. معجب بيا انا؟ طبعا، بس لو تخليكي حركه شويه كان ينغنغك. ورحتي عند ابراهيم في شقته؟ بس والنبي ما تقولش لبابا. ما تخافيش، بس اتكلمي اتكلمي. بعد ما نزلت من عند ابراهيم رحتي فين؟ رجعت على طول بيت الطالبات. لا، المشرفة قالت انك ما كنتيش بيت هناك. ايوه، ما انا لسه هقولك. طب قولي. استنيتك كتير، كنت خايفه لحد يشوفني. لا تاخذيني يا حلوه، ما كنت بعرف انك راجعه. تفضلي يا حلوه، تفضلي. اهلا فيك. تفضلي تفضلي. هون احلى. تفضلي تفضلي. اهلا فيك يا حلوه. مش هتديني ال 500 جنيه؟ هتديهم لي مش كده؟ لا تاخذيني، ما كنت بعرف انك راجعه. اضطريت اشتري بيهم هديه لامي من المطار. مشيتي امتى يا امينه من شقه ابراهيم؟ الصبح رحت على الكليه على طول، ولما عرفت خبر سناء جيت على هنا. ما
البوليس بره يا دكتور. بوليس؟ ايوه بوليس. في 2 ضباط بره عايزين حضرتك. طب دخليهم مكتب وانا جاي. حاضر. اتفضلي انت. اصلي رافع قضيه على صاحب البيت ويظهر انهم بيحققوا في الحكايه. الادويه دي تاخديها لمده اسبوع وبعدين تمر عليا تاني. حاضر يا دكتور. اتفضلي. ميرسي يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. اي خدمه؟ ايوه ما بحس. اهلا دكتور. ايوه حضرتك تعرف سناء كامل؟ الله يرحمها. تعرفها من امتى؟ من حوالي سنه تقريبا. وايه سبب المعرفه؟ انا دكتور وهي مريضه، اظن ده كفايه. كانت عيانه بي. الحقيقه حافظ صديقي هو السبب في معرفتي بيها. حافظ مين؟ السيد رئيس مجلس الاداره موجود يا فندم. نقول له مين؟ ثواني يا فندم. صفيه هانم على التليفون. اهلا سياده الوزير. الحمد لله يا فندم. لا كلها صعبه كتير واكون عند سيادتك. هو حصل ظروف يا فندم، انما ان شاء الله كله هيبقى تمام. زي ما امرت سيادتك. تحت امرك. انا مش مطمنه لسهره كل يوم مع سي حافظ بتاعك ده. ليه بس يا حبيبتي؟ حافظ ده انسان مهذب وصديق مخلص. حاسه انكم بتروحوا حتت مش كويسه. ما تقوليش كده يا منى. انت عارفه انه مهتم بشغلي وبيتي وبس. عارفه كمان انا بحبك قد ايه. ما هو انا كمان مش قادره انسى اني تالت واحده بتتجوزها ويمكن 10 واحده بتحبها. انما انت بس اللي بموت فيها. تعالي تعالي ما يصحش، سابين الراجل مطوع بقاله مده. انا مش عارفه ليه الراجل ده انا مش برتاح له ابدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، قلت لك ان حافظ ده انسان مهذب. انا اسف يا حافظ اتاخرت عليك. اهلا يا فندم. اهلا. يا ترى على فين النهارده؟ ما تخافيش عليه، انا هاخد بالي منه، مش هخليه يتلفت لا يمين ولا شمال. بس يا ريت ما يكونش العكس. على اذنك. مع السلامة. باي باي يا روحي. باي. تحسين. تحسين. ها؟ ارجوك ما تتأخرش النهاردة. حاضر. بس لو حصل واتأخرت شوية بينام انت. ها؟ باي باي. باي. عرفك بصديقة لطيفة قوي، سألتني عن دكتور كويس فرشحت حضرتك. إياك يطمر فيك. هي مين بس؟ أنا كنت فاكراك عجوز وعصبي زي الدكاترة إياهم. لا ده أنا عاجبك قوي. أنا بقالي مدة وأنا نفسي أشوفك قريبة مني بالشكل ده. ميرسي. أنا كمان سعيدة أوي اللي عرفتك. حافظ قال لي إنك تعبانة شوية، خير؟ مش هقولك، المفروض تكشف عليا وتعرف لوحدك، مش كده؟ كده. طب يلا بينا. على فين؟ نزوغ من حافظ عشان تكشف عليا. يلا؟ يلا. الله، هما راحوا فين؟ ما قلتليش كانت مريضة بإيه؟ أمراض العصر، أعصاب، حساسية، إلى جانب أمراض نساء أخرى. وأصبحت زبونة عندك وصديقة كمان. وكنت بتتردد عليها في البيت؟ يعني لما الظروف تستدعي. إنما كنت موجود ليلة الحادث. ايوه، وكان معايا صديقي حافظ. كده بالظبط. لا انت اختفيتي خالص عننا. اعمل ايه بس، احمد ما خطبني ما بيسيبنيش لحظه واحده. لا فنانه كبيره زي سناء هانم ليها جمهورها، لازم ترضيه الاول وبعدين ترضي خطيبها، ولا ايه يا دكتور؟ الحقيقه اللي يشوف سناء هانم مره ما بيشبعش منها ابدا، فما بالك بقى باللي يخطبها. يا ترى سناء هانم ماشيه على علاج ولا يعني؟ يبقى لازم تجيلي بقى عشان اعمل لك تحليل مظبوط. ها ان شاء الله. يا جماعه انا مش هقدر اقعد كتير الليله دي، انا عندي معاد مع الوزير.
شرف. هو الوزير ده الحاكم بأمره، ينام بالنهار ويشتغل بالليل. الحقيقة الوزير بتاعنا لا بينام بالليل ولا بالنهار. الحقيقة يا سعادتي بيه انتوا بيتعبوا قوي، الله يكون في عونكم. بيتعبوا قوي قوي قوي، البيت للوزير ومن الوزير للبيت. بالمناسبة دي أكلمه في التليفون أطمن بس. يا عيني علي. طب سنهام استاذن. ما لسه بدري يا دكتور. معلش عشان عندي، اشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. سعيد قوي يا حبيبي. وبعد خروجك من الحفله رحت فين؟ البيت طبعا. المدام قالت غير كده. مدام مين؟ مرات حضرتك. ايه دخل مراتي في حاجه زي دي؟ اهدى يا دكتور واقعد، احنا بنحقق في جريمه قتل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف انت كنت فين بعد ما خرجت من الحفله لغايه الساعه 3، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طب قتلها ليه؟ احنا كنا اصحاب، مجرد اصحاب، وانا سبتها يوم الحفله ومشيت و قريت الخبر في الجرايد زي كل الناس. كل ده ملوش لزوم، المهم عشان مصلحتك تفتكر انت كنت فين. طب استنوا عليا وانا افتكر. اصل اسئلتكم كانت مفاجاه وما تصورتش انكم هتوجهوا لي اتهام زي ده. ايوه افتكرت، انا رجعت على هنا في العياده في الوقت المتاخر ده. ايوه. ليه؟ دكتور ما جابوش غير 30 جنيه بس. معلش اصلهم من طرف ولفت. هما فين؟ في الاوضه دي. حضري اوضه العمليات. حاضر. ما تخافيش. مش عايز اموت، مش عايز اموت. ايه ده يا سلوى؟ اذا ما عملتيش العمليه هروح في داهيه، اهلك هيقتلوني. تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تخافيش، تعالي خش يا اختي، خليك انت هنا. حصل بس النبي يا حضره الظابط ما تجيبوش سيره لاهلي احسن يموتوني. الله يخليك. طب اتفضلي انت. هو زي ما شفتوا حضراتكم كنت بادي خدمه انسانيه لانسانه في ورطه، كان ممكن تتقتل لو اهلها اكتشفوا الحكايه دي. ايوه بس الخدمه الانسانيه دي قانون العقوبات بيقول عليها جريمه، وقانون المهن الطبيه كمان، علشان كده احنا هنستضيفك عندنا شويه. يا شويش فرق انت. عشرة احجز لك شقه فيها. خليهم شقتين، اصل العمليه كبيره شويه. يبقى ضمننا انك هتستعجل لنا الطلب. من بكره. على فكره يا مدام، المقاول كان عايز يورطك. ليه؟ متواضع جدا، بعد شويه كان هيوقف الشغل. ياه. الكميه لازم تتضاعف وينضاف اليها اصناف تانية. طب قول لي حضرتك نكتب ايه؟ معاكي ورقه وقلم؟ معاكي ورقه وقلم؟ بس هنا مش ممكن. ايه رايك لو نروح البيت نكتب في هدوء، مش يكون احسن؟ معقول جدا. اكتبي كمان. 300 متر خشب موسكي للشبابيك و300 للباركيه، 5000 شكاره اسمنت، 4000 مصيص. اظن بكده بقى تبقى العماره كملت. لسه اكتبي. لسه ايه تاني؟ الادوات الكهربائيه، ما حدش يعرف ان الشركه فيها ادوات كهربائيه، هتلاقي تمنها ضاع في السوق السوداء. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. بالطريقه دي تقدري تبني الثلاث عمارات بدل عماره واحده، وبدل ما تحجزي لنا شقتين نخليهم اربعه. من عينيا الاثنين. بس هودي الطلب ده فين بعد كده؟ تبعتيهولي يعني للانسه ساميه السكرتيره بتاعتي، بعد ربع ساعه اكون موافق لك عليه. اول الشهر تصرفي الطلبيه على طول. ميرسي. تتهموري بس. محدش جاي لك ولا حاجه؟ طيب ممكن اكلم في التليفون؟
احسن برضو. الو؟ ايوه يا فندم. اسمع يا سامي، الغي المواعيد كلها للاد، الغي كمان اجتماع مجلس الاداره، عندي اجتماع طارئ مع السيد الوزير. مع السلامه، مفهوم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه يا فندم. أنا شايفة إنه تحسين بيسهر الأيام دي كتير برا البيت، ودي مش عادته. إيه الحكاية بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، أنا حاسة إنه في حاجة، أرجوك تكلمني بصراحة. أنا كنت هتصل بيك بالتليفون وأسألك. وما اتكلمتيش ليه؟ مش عارفة النمرة؟ هاخدها من دفتر تحسين وأكلمك. أنا جاهز. يلا يا حافظ. عن إذنك. باي يا روحي. باي. ها، ورحت حضرتك قابلت سيادة الوزير؟ لا طبعا، دي كانت حجة عشان امشي من الحفلة. سيادتك عارف ان احنا بنروح حفلات غصب عننا، ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفلة رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصة. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصة، احنا دلوقتي قدام جريمة قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمة القتل. زي الفل. اتفضل. الو، مساء الخير يا منى هانم. انا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثلة معروفة. قول لي مين هي ارجوك؟ وفي شقتها كمان؟ طيب انا هاجي اخر بيت وبيتها. لا لا، بلاش فضايح يا مالي معروف. ما تجيش انت، امال انا وظيفتي ايه؟ انا اضطريت اجي معاه بس عشان اعرف لي كل اخباره. بعد شويه هستاذن واجي بنفسي اقول لك كل حاجه عنه بالتفصيل. طيب طيب طيب، ما تقلقيش، مع السلامه. معاها بيعمل ايه؟ بيبوسها؟ بيحضنها؟ كان بيقول لها ايه؟ يعني كان بيقول لها انه مش طايق يرجع البيت وعايز يقعد معاها الوش الصبح. الكلب الخاين، والله اللي حوريله. ايه دي يا منى؟ ايه بعد كل اللي عملته عشانه مش طايق البيت وكمان بيخني. طب بس ما تزعليش نفسك انت، بس تشبع بيه. هي فاكره ايه يعني؟ بلا نيله. انا مش قادره اصدق ابدا انه كان بيغني مع واحده تانيه. طب بس يا منى، مش معقول كده. مش معقول. معقول ده كله يحصل منه قليل الادب ده؟ وبعدين يا منى، وبعدين ما تعمليش في نفسك كده. والله العظيم انا سايبه له البيت وعدى اربعه على دماغه ودماغ ابوه كمان. وقعدنا لساعه واحده ونص. يعني انا ماليش اي علاقه بحكايه سناء كامل دي، بس ارجوكوا الكلام ده بينا وبين بعض بس، انتوا فاهمين طبعا. يا استاذ حافظ، انت اعترفت دلوقتي قدامنا بجريمه الزنا. يعني ايه؟ يعني تتفضل معانا عشان نسال الدكتور تحسين اذا كان يحب يوجه لك تهمه الزنا ولا لا. اتفضل اتفضل. بس ارجوكوا نخرج بهدوء، انتوا عارفين مركزي في الشركه. مفهوم طبعا، مفهوم. اتفضل. انسة ساميه، انا عندي ميعاد مع السيد الوزير، وزير الداخلية. زمان المدرسة باظت والمدرسين مشوا وسابوا التلاميذ يلعبوا على شارع الدروس الخصوصية. الوزارة عايزة كده، قالوا لي هنديك الدرجة. استنيت سنين واديني لسه مستني. احلك سر شد. ايه؟ خلاص مش عايز. انت مش كويس. مغفل. كلونا عمار، كلونا عمار، كلونا عمار.
مين احمد بيه اللي سالت عليه؟ ده مسؤول كبير في مجلس الاداره. كلون عمر؟ يا نهار اسود، تعرفه؟ ده حبيبي ولغه التلت معانا. اه وضب لنا كل حاجه وسافر ويرجع بالسلامه يلاقي كله تمام. واذا تعرفت السرقه؟ ماس كهربائي بتحصل حريق. كلون عمر. وقت الجرد قرب. بالظبط، والنار ملهاش كبير، ياما كلت. المفتاح يتعمل حالا ويرجع كلون مطرحه. ربع ساعة بالكتير. وهنتقابل بالليل زي الاتفاق. كلون عمار. دايخين على اللي سرق خزنة شركة التأمين. انت بتبص على ايه؟ خزنة قديمة يا فندم، 1935 فاير ريزيستنج. انا ليا في الخزن انما قتل ودم ده، انا منظر الدم يا فندم والله بخاف منه. يا فندم في اكتر من حالة مشابهة والفعل فيها مجهول. شركة الفنية الحديثة وشركة الحرائق الهندسية والشركة الهندسية الدولية. لا 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 لا، الشركة الهندسية الدولية دي انا ماليش دعوة بيها. حصل فعلا، احنا رتبنا وطقصنا لكن الجماعة سبقونا وراحوا كله برزقه. مين اللي سرقها؟ يا فندم الكذب خيبة، والله أنا لو كنت أعرف كنت قلت لحضرتك. سعادتك عارف إن أنا صريح جدا. وإحنا كمان هنكون صراحة جدا. كويس، إحنا هنحبسك على ذمة التحقيق. أهو ده بقى يا فندم مش كويس. يحجز على ذمة التحقيق. يا رجع مين رئيس الحجز هنا؟ أنا الرئيس. المعلم بالي. وانا ممدوح فريد، خامس مرة باجي هنا. المعلم بيشتغل ايه؟ نشتة. خزن. سيجارة. شوف لك حتة اقعد فيها. اهلا. معظمهم اثبت انه كان في مكان تاني غير مكان الجريمة ليلة الحادث. لقيته. لقيت يا فندم؟ لا، العقد. عقد؟ ايوه، خد بص. عقد شكله غريب جدا. العقد ده فين؟ انا جربت المجوهرات حته حته، ما كانش موجود. قصد سيادتك ان القاتل يكون سرقه؟ اكيد. العقد ده له علاقه بالقاتل، لانه اختفى بعد انتهاء الحفله وقبل انتقالنا لمعاينه الحادث. مظبوط يا فندم. انا افتكر اني عارف العقد ده كويس قوي. اصله طراز مش عادي. والواحد ما يقدرش ينساه، خصوصا اني انا اللي جايبه من ايران. غالي، دي حاجات زمان يا بيه، ما بقتش موجوده دلوقتي. ثمنه كان 10,000 جنيه، انما دلوقتي اكيد يساوي اكتر. خصوصا ما بقاش عقد، ده اصبح تحفه فنيه. ما تقدرش تفتكر انت بعته لمين؟ ايوه، بالتاكيد بعته لشاهيناز هانم الدراملي. مش فاكر عنوانها؟ عندي العنوان بتاعها بس ما اعرفش ان كان اتغير ولا لا. اهلا، في حاجه؟ اهلا
اهلا استاذ احمد صابر يا فندم. مش دي فيلا شهناز هانم الدراملي ولا احنا غلطنا في العنوان؟ لا مظبوط يا فندم، شهناز هانم تبقى والدتي. طبعا اذنك. قرب شويه اهو، اطلع فوق انت ناحية. مش تفهموني ايه الحكايه؟ تفتيش بسيط. معاك عندنا تصريح من النيابه. امال فين شهناز هانم؟ الله يرحمها. انا اسف. من امتى؟ من حوالي 5 سنين. المرحومه كان عندها عقد من طراز نادر وقديم. هو فين؟ معرفش، ما عنديش فكره انت بتتكلم عن ايه. العقد ده كانت لابساه سناء كامل في حفله عيد ميلادها، باين قوي في الصوره. شوف كده دلوقتي نعرف. على اذنك يا فندم. العقد ده اختفى قبل ما نتنقل لفيلا سناء ليله الحادث. ها، وده الشيء الوحيد اللي اخده القاتل. وانا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت بقى صاحب العقد. انا ما اعرفش اي حاجه عن العقد ده، ما كانش في الميراث. يظهر المرحومه اتصرفت فيه وهي عايشه. مش شايف انها حاجه غريبه ان عقد نادر زي ده تمتلكه شهناز هانم اللي هي والدتك، وبعد وفاتها بكم سنه تمتلكه خطيبتك المجني عليها، ويكون السبب في قتلها؟ تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه. تمام يا فندم، مفيش حاجه. شفت انك ظلمتني؟ دي المرحومه كلمتني تستنجد بيا، ده اللي ملخه على الحادثه. سيادة المقدم، سيادة المقدم، العقد ده يا فندم لقيته فين؟ في الخزنه يا فندم. طب هاته هنا. مين اللي ودى العقد ده عند سناء كامل؟ ومين اللي جابه هنا؟ معرفش، ما عنديش فكره. احمد صابر، انت متهم بقتل سناء كامل. مش القصر بتاعكم اللي في المانيال برضه؟ كان زمان قصر قبل ما تاخدوا الحراسه، دلوقتي بقى حاجه تانية. والباشا موجود؟ الله يرحمه مات بالسكته، وماما وراها. الله يرحمه. وانت عايش في القصر لوحدك؟ انا وعبده الوحيد اللي فاضل من 30 واحد كانوا بيخدمونا في القصر. أول مرة أقابل إنسان حساس ورقيق بالشكل ده. يمكن الوحدة هي اللي أثرت فيا، أنا ما كنتش كده. ممكن أسألك سؤال وما تتضايقيش مني؟ أنت عرفتي غيري كتير. أنت فاكرني قديسة؟ كل إنسان وله تجاربه، لكن
انا حاسه اني هحبك قوي قوي. تعرفي ان فيكي شبه كبير قوي من والدتي. سناء انا ما قتلتهاش، ده انا بحبها وبروح اشوفها كل يوم. وكنتم ازواجا ثلاثه، ده انا بستريح بشكل وانا جنبها بس كده احسن، كده احسن. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتقبل منا. انت قلت في التحقيق انك اديتها العقد ده هديه، ايه اللي رجعه البيت عندك تاني؟ الاستاذ احمد خطيب سناء. استاذ احمد خطيب سناء هاني؟ يا سلام، دي سناء هاني ملهاش حاجه في الاستوديو غير سيره احمد 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 احمد, أحمد. يا بختك يا عم، ما تجيب لنا كاس ولا حاجه؟ قوي قوي هقلب ديك. اتفضل. لا ده خد ده. في حاجه؟ ايه في حاجه؟ ما تخافش. في ايه؟ لا ابدا ما فيش ولا حاجه. لا عازمة ناس كتير قوي الليلة دي، مش قلنا 100 مرة لما تبقى عارفة ان انا جاي مش لازم يبقى في حد؟ ها؟ سعادتك تؤمر. قلنا بلاش سعادتك دي. لا سيبني كده، وانا كده بحس ان انا ملكة الدنيا دي كلها بإيديا. Thank you.
طيب تعالى بس دي بنت ظريفه. تعالوا بس يلا يلا ما احنا مبسوطين. يلا يا سي رؤوف يلا. والله انت مجنون يا احمد بقى، حد يسيب الجو الحلو اللي كنا فيه ونيجي نقعد هنا وشنا في وش بعض يا شيخ؟ لازم سلام. هنقعد هنا ولا فوق؟ هنقعد هنا. الو هيا سلام، لحقت التوحشه؟ ابقى اقعد بقى وكلمني. يا جماعه وضع عزوك شويه مش سامع حاجه يا شيخ. ايوه ازيك يا حبيبتي؟ ايه مش سامع حاجه، علي حسك شويه. بتقولي ايه؟ مين اللي هيقتلك؟ احمد صابر. احمد صابر مدي شويه متهم من طلعت نور رضوان. فندم غريب مهني. فندم محمود بيومي. فندم محمد. محمد ممدوح فريد. ممدوح فريد فندم. محمد حضر اسماعيل. فندم فتحي سليم فارس. فتحي سليم فارس فعلي. محمد السماحي. ابراهيم عبد الجواد. ابراهيم عبد الجواد. محمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله. عفيفي محمد حسين. عفيفي محمد حسين. كل تلميذ يقف في الطابور ويستنى دوره علشان يستلم الكتب. اتعلموا النظام بقى. قيام كل التلاميذ، محلك سر، والمدرسين كمان. لا المدرسين هتقول للتلامذه محلك سر، لكن الوزاره هتقول للمدرسين جلوس. المدرس هيجلس على درجته لغاية ما يموت. أنا بقالي سنين جالس، بقالي سنين جالس واقف محلك سر، واقف محلك سر. استنى يا ولد اهو، استنى يا بنت، استنى. الوزارة لسه ما أمرتش. يا نعيمة، يا نعيمة امسك العيال ما تخلوهمش يكبروا. هجيب لهم منين؟ الوزارة لسه ما أمرتش. استنى يا ولد. استنى يا بنت. انزل يا مجنون انزل. نعيم انزل. الاولاد راحوا فين؟ بس يا منظر انت يا حضرة الناظر. مش معزين دول. الاولاد راحوا فين يا نعيمة؟ بتخليهم يقفوا في الطابور؟ الطابور لسه طويل والجمعية ما فيهاش فراخ. فراخ ايه بقى؟ احنا هنلخبط يا منظرة. اقف يا ولد.